وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال للمرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي عليكم أن تتحروا الحلال في المأكول والمشروب وفي كل ما هو متعلق بأمر الدين والدنيا. دي نقطة مهمة جدا شيخ إبراهيم، اسمح لي، لأنه حتى المواطن اللي يعني اللي ممكن بيتابع المشهد يتلخبط أو تختلط عليه الأمور لما يشوف مسجد بيتهد، يعني وإحنا يعني مواطنين الشعب في مصر مرتبط بدينه، دي حاجة كويسة، لكن خلينا برضو نوضح ونأكد النقطة اللي حضرتك قلت عليها، إنه اللي عايز يبني مسجد أو هو في هذه الحالة بقى هيكون وقف ولا إيه، حضرتك صحح لنا، يكون على أرض مملوكة ليه، يعني الشيء الموقوف يبقى ملك للي الواقف وقت الوقف، ابني مسجد ابنيه على ارضي، حاجه ملكي مش على ارض الدوله او على ارض الغير، والا يعني تبقى ارض مختصبه زي ما حضرتك قلت او مسروقه. طيب بالظبط، ودي حاجه دي حاجه مهمه اولا. طب هقول لك حاجه ثانيه اشد من دي، هفترض ان المسجد اتبنى من مال حلال وارض حلال، ولكن نتيجة للتوسعات الجديدة هو بيشكل إعاقة للطريق، ما هو الحكم الشرعي الذي لا يقبل اللبس؟ إذا تعارضت المصلحة العامة مع وجود المسجد، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نزيل هذا المسجد وأن نفسح للناس في الشارع وألا نضيق على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهؤلاء الذين يزايدون على دين الله، خلينا أقولها لك بصراحة، مصر النهاردة مليئة بالمساجد، مليئة بالكنائس، وتجديد الخطاب الديني يحتم علينا أن نعلم الناس أن النهاردة الأولوية، طبعا الهيئة الهندسية عملت على طريق المحمودية مساجد على أرقى مستوى أنا شفته في حياتي. وخلينا أقول لك حاجة مهمة، احنا محتاجين المصنع النهاردة اكتر حتى من دار العبادة، ومحتاجين المستشفى اكتر. الناس دايما عندها قوالب جامدة، عشان ربنا يدخلي الجنة اعمل 100 عمرة في السنة، عشان ربنا يكرمني وادخل الجنة اعمل مسجد جنب مسجد جنب مسجد. كل ده مش مطلوب يا جماعة. النهاردة لو انا اقدر ابني او اشارك في بناء مستشفى اولى على فكرة شرعا، لو انا اقدر أشارك في بناء معهد للتعليم، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ورأى مجموعتين قاعدين، مجموعة قاعدة للذكر اتخذت من المسجد مكان للذكر، ومجموعة قاعدة واحد بيعلمهم زرع حصد وبيعلم الأطفال. تخيل يا أستاذة دينا، الجماعة هي اللي عجبت النبي وأعجب بيها وقعد معاها، جلس النبي في مجلس العلم اللي بيعلم، فالجماعة اللي قاعدين الذاكرين قالوا له يا رسول الله لما تركتنا، مش احنا أولى منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، يعني عايزين نعلم الناس إن بناء المصانع اللي تقدر توفر للناس الحياة كريمة مقدم شرعا على بناء المساجد.